أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. للمرة الثانية خطاب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور العبادي يثير الجدل بين الأوساط الشعبية والسياسية، قصف مباشر بلا مجاملة رغم الاعتذار طبعا من خلاله. أبو يسر، هذه المرة كان أشد عنفا من السابق، والاعتبر ابتلاع الدولة ومحاصصة النظام وتجيير الخيرات وارتهان الإرادة هي من سمات العصابات وليس من صفات قوى سياسية محترمة للذات والدور والرسالة. وبعض التسريبات قالت بأن الرجل تعمد هذه المرة، بالمرة الثانية طبعا بتصريحاته، أن تكون أشد لأنه هدد من خلال أو من قبل التنسيقي بعد تصريحاته السابقة اللي وصف الإطار بأنه ليس مؤسسة وهو فقط لتبادل وجهات النظر بين القوى السياسية، وأن هناك رؤية لدى القوى السياسية أيضا بأن رئيس الوزراء شرطي مرور. كما كشف بأنه ليس من الموافقين والموقعين على ورقة الاتفاق السياسي اللي تشكلت من خلالها الحكومة الحالية، وأنه ناقم ومعترض على مبدأ تقاسم وتوزيع الثروات بين الطبقة السياسية، وأن إدارة الحكم تسير بطريقة شعبوية خاصة في اتخاذ قرارات الدولة. السؤال الأبرز، ليش العبادي فتح النار على الشركاء والأصدقاء بهذا التوقيت؟ هل هناك انقسام حقيقي داخل الإطار للرجل يبحث عن تعاطف جماهيري قبل الانتخابات اللي هو لم يكن يرغب المشاركة فيها بحسب كلامه؟ للرجل صاحب نظرية ثاقبة ويعلم بأن ساعة الحساب أقرب من أي وقت مضى، وأن الطوفان الشعبي صار قريب جداً وسيبتلع الجميع، والشاطر يقفز من السفينة بشكل مبكر قبل غرقها، خاصة وأن بعد 3 أيام تمر علينا الذكرى الرابعة لانتفاضة تشرين عام 2019 واللي كل التوقعات فيها واردة.